مزاعم تركية متواصلة ونفي متمدد بأن تكون لأنقرة أطماع في ليبيا. رئيس تركيا رجب طيب أردوغان يواصل تلويحه بامتلاكه حقا في الأراضي الليبية، ويصرح بأنه سينتزع حقوقه هذه بالقوة دون التعدي على حرمات الأوطان الأخرى حسب ما يزعم. أردوغان أضاف أن أنقرة ليس لديها أي مطامع في أي دولة أخرى، في إشارة إلى تدخله السافر والمدان محليا ودوليا في الشؤون الداخلية للبلاد. وأوضح في تصريحات نقلها تلفزيون تي آر تي الرسمي التركي أن أنقرة تتابع عن قرب بعض التطورات التي حصلت في ليبيا، مردفا أنه يجب أن لا يتحمس أحد ولن نمنحهم الفرصة، وذلك في أول رد من أردوغان عقب تفويض البرلمان المصري للرئيس عبد الفتاح السيسي بالتدخل العسكري في ليبيا. وأكد في كلمته مواصلته تقديم الدعم لحكومة الصخيرات في ليبيا، دون أن يشير إلى المرتزقة الذين تجاوز عددهم 15,000 مرتزق من سوريا، بينهم إرهابيين نقلهم إلى طرابلس. وفيما يتعلق بالتطورات في شرق المتوسط وأطماعه بالنفط الليبي، قال أردوغان إن هناك خطط إضافية لتعزيز التعاون مع حكومة الصخيرات في مجال الطاقة، مضيفا أن بلاده لا تخضع لإذن أحد سواء فيما يخص سفن المسح الجيولوجي أو سفن التنقيب، في خرق صريح للقانون الدولي والاتفاقات البحرية وتهديد واضح لدول أوروبا.